مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير، القناة التي تعشق كل جماهيرها ومشتركيها وكل الحب. وصلنا ل 10,400 مشترك ونشكر ربنا. الكلام بيقول لك السفالة المتناهية، مدى محاولة إن إحنا نحاول، أو مش طبعا إحنا، ناس بتحاول إنها تعمل فتنة طائفية وغلط في بلدنا مصر العظيمة، وكلام مريب وكلام صعب عن مصر، ومحاولة دايما إن يجعل من مصر بلد إنها وطن الفتنة. يقول لك موقع الأقباط المتحدون موقع أخباري بيعتني بأخبار الأقباط المسيحيين في مصر وجميع أنحاء العالم. بيقول بإن إحنا بنعشق وطننا مصر وإحنا الأصليين، ولأننا لمصر ولمصر، ولأننا لا نصلي إلا من أجل مصر، ولا نضع أي كيان قبل مصر. مفيش حاجة اسمها إحنا الأصليين، كلمة تستفز كل إخواتنا المسلمين، اسمها إحنا إخوات وشركاء في هذا الوطن العظيم. أخ اتولد قبل أخ ما يبقاش هو المالك. إن كانت المسيحية قبل الإسلام فليس معنى ذلك أنك الأصل. عمرو ابن العاص دخل مصر وأصبحت مصر دولة إسلامية، وربنا سمح بكده، خلاص مفيش داعي إن إحنا نستفز كل إخواتنا المسلمين. وبيقول عندما ننشر أخبار عن ممارسة الأقباط المسيحيين حياتهم وتقصهم على أرضهم وأرض أجدادهم، كم الكراهية والسب في التعليقات. محدش عمل كده، وإن حدث بيبقى من ناس، يعني نقول مش مصريين، أو ناس جهلة، أو ناس مش متعلمين على القدر الكافي، ما عندهمش ثقافة كافية. وبيقول يجعلني أتعجب من كيف يتدنى الإنسان لهذا المستوى الحقير. مفيش غلط في الإنسان المصري، ولا هو عمره يوصل للمستوى الحقير. بيقول من أنتج هذه الحيوانات التي تعبث أو تشع فساد في وطننا؟ بلدنا مفيهاش حيوانات يا أستاذ شريف يا منصور، بلدنا كلها مثقفين وعلماء، من زويل للدكتور مجدي يعقوب. وذكرت زويل لأن زويل من إخواتنا المسلمين. بيقول عندنا اقتصاد متدني وأخلاقيات متدنية وقضاء غير عادل. الكلام ده غير صحيح. إن كنا بنمر ببعض الاقتصاد، وده على مستوى العالم، وهذا أو نقدر نقول ده مش تفضيل ولا كلام فارغ بقوله. هو بيقول تحيز وتعصب في كافة مناحي الحياة ضد شعب مصر الأقباط المسيحيين. هذا الكلام ليس مقبولا، ولكنك تريد الفتنة والإرهاب في داخل الوطن، بداية من الحكومة إلى أضعف إنسان في الشارع المصري. لماذا يكرهون شركاء الوطن الأقباط المسيحيين؟ محدش بيكرهنا، ولا حد ليه سلطة إن يكره. صوابعك مش زي بعضيها، مش معنى إن صوابعك مش زي بعضيها يبقى في صابع بيغير من التاني، كلنا بنكمل بعض. هذا سؤال يجيب نفسه، هو بيقول كده: العين لا تقرأ إلا الأنشط منها. دولة متأخرة تساوي دولة فاشلة ومتخلفة، والدليل عندكم أمامكم، إنما الأقباط متحدون. لأول مرة الجريدة دي تصبح جريدة تشع الفتنة الطائفية، وأنا على منبر قناة الملكة والأمير أرفض هذا الكلام رافضا تاما. وإن حاول السفهاء من المسيحيين
أن يشعلوا الفتنة بين إخواننا المسلمين. نرفض رفضا تاما، لأن المسيحيون أو المسيحيون هم إخوة لإخوتهم المسلمين. أحبائي وأعزائي، لا تدع ولا تترك الفتنة تمر بيننا. جاءت نجلاء الشرشابي للشيب ساندرا وقالت لها صل على النبي قول الشهادة. ربما تكون كلمة صدرت منها عفويا، مفيش داعي نحط على النار بنزين أو جاز ونشعل الفتنة ونعمل إثارة وضجة غير مقبولة، ونيجي نقول إن وجد غنيم أصبح بلا وطن. الإخوة الأتراك تركيا بعد نجاح أردوغان رفضوا إعطاؤه الجنسية باعتباره رجل إرهابي، وكذلك إنجلترا وكذلك أمريكا. كل ذلك لا يعطينا أن نشمت، ما نشمتش بحد ولا نقول كلام يعني يستفز الآخرين. إحنا كمسيحيين المسيح علمنا، قالك إيه؟ أحبوا بعضكم بعضا، باركوا لاعنيكم، صلوا من أجل الآخرين، وصلوا للذين يسؤون إليكم. من رسالة معلمنا يعقوب عبد الله بيقول: عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام للإثنى عشر سبتا الذين في الشتاء. يفتتح يعقوب الرسالة بقوله: يعقوب وعبد الله والرب يسوع ليظهر لاهوت السيد المسيح. ورغم أنه لقب بأخي، الرب ظل محتفظا باتضاعه فدعا نفسه عبدا ليسوع المسيح. وكما كان العبد ليس له سلطان على جسده أو زوجته أو أولاده، فيقول الرسول يعقوب: أنا عبد بفرح، لأنه سلم كل حياته وماله للرب. كما قالت السيدة العذراء أم النور والدة إله: هوذا أنا أمة الرب. أمة الرب يعني عبدة ربنا، ففرحتها إنها ستكون والدة الإله. الكلمة المتجسد لم تنسيها أبدا أنها عبدة. تشتت المسيحيون الذين من أصل يهودي بعد استشهاد استفانوس في كل أنحاء العالم بسبب الاضطهاد، فكتب لهم يعقوب الرسول هذه الرسالة ليشددهم ويشجعهم ويقوي إيمانهم، وكيف أيضا لجميع المؤمنين المضطهدين ولجميع من آمنوا من اليهود الذين كانوا قبلا يعيشون بين الأمم. ليتنا لا ننسى أننا عبيد لله ونسلم له كل حياتنا مهما كان لنا من دالة البنوة، ولا ننسى أننا نعبد إله واحد، إله واحد. نعم، نعبد ونعبد إله واحد. شكرا وعفوا على الأخطاء في القراءة، سوف أكون على قدر المسؤولية في قراءتي، ولكن سرعتي في الكلام هي التي جعلتني أخطئ كثيرا. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولا تنسوا اشتراككم بقناتكم قناة الملك.